وعندنا اليوم ونيت 77 قطع 10 موتر اخونا راشد الراشد من الدمام، نبي نشتغل على الموتر مشروع محرك 6 لتر. هذا الموتر قبل الشغل فتحت كبوته، الموتر ستاندر بدون مكيف، راح نحوله مكيف، راح اركب له ثلاجات من عندنا خارجيه والداخليه ورديتر مكيف مع كمبرسر سيزو 7 بيستن مع كبسليات جديد. راح نحول البطاريه من جهه اليمين الى جهه اليسار، تركيب رديتر موديل جديد، مراوح موديل جديد، قربت مع رديتر موديل جديد على شوته 2006. بعد ما نزل المكينه راح نغسل صدر الغمارة والرفارف الداخلية والشاصي. صاحب السيارة وفر ديكور العدادات والهوايات والمسطرة حتى الطبلون جديد. الموتر جير قطع وتركيب شكمانات جديدة بالكامل، وصلات أمامية دبات، وصلات خلفية، الموتر شكمان واحد. راح تحول شكمانين. وتم تنزيل المكينة. الآن نبي نفك الرفرف جهة اليمين الداخلي، نبي نفك الغطاء حق المروحة علشان نفتح فتحات المكيف. وعند الرفرف من أول ما فيه مسامير، بعد ما نخلص من الشغل راح نركب له مسامير الرفرف. هنا داخل هذا مرتفع. قبل أن نركب المكينة الجديدة إن شاء الله راح نغسل صدر الغمارة والشاص والفارف الداخلية، راح نفك التانكي حق البنزين. تم تجهيز المكيف موتر أخونا راشد. هذه الثلاجة بعد التنظيف غطينا الثلاجة، رشيناها البويا، ركبنا الثلاجات الداخلية جاهزة، ركبناها أمورها طيبة. نبي نركب المسجل حق الوكالة، عند الطبلون مقصوص مكان المسجل. بعد ما نخلص من السيارة بالكامل نوديها لسمكي يركب قواعد المسجل حقات الوكالة، وراح نركب المسجل الوكالة. وفكينا التانكي حق البنزين، نبي نركب رمبة داخلية على نفس العوامة، بس يحتاج تغيير العوامة، لازم تكون 3 مخارج، هذه مخرجين راح نغير العوامة. وهذه العوامة اللي من عندنا 3 مخارج، هذه عوامتها القديمة عدلنا عليها حقت بداية 83 84، رمبة داخلية مثل ما تشايفين صناعتها ألمانية. يبي يفك التانك، يفك الفيش ويفك الماس، الساعه كلها جديده اطار. الان بنركب العوامه ونركب الليات الجديده بضغط عالي ونركب التانك. شغالين على غسيل صدر الغماره والمطارف الداخليه والشاصي. بعد ما نخلص الغسيل راح نشيك على الفحمه واهلا. كيف راشد الراشد جاهز ان شاء الله، جبناه لك بواجي أصلية 41110، أسلاك بواجي جديد صناعتها الأمريكي. هذا الأسلاك راح نركبه إن شاء الله، بعد ما نركب الأسلاك والبواجي راح نطبق المكيف على السيارة. تم تجهيز المحرك 6 لتر موتر أخونا راشد الراشد، هذا بعد ما جهزناها، صيانة كاملة على المكينة، تنظيف فخاخات على الجهاز، أسلاك بواجي جديد، بواجي كمبرسر سيزو 7 بيستن، ما شاء الله تبارك الله، حذاف جديد، رمان حذاف جديد، الديسك الصحن حقات نفس السيارة نظيفة، ما شاء الله.
هذه تحوية الكراسي اللي من عندنا كذا اليسار، وهذه جهة اليمين، وهذه الضفيرة حق المراوح، اسراج جديد ايطالي، افياشة، كتوتات جديد، كتوتات بوش، كراسي مكينة جديد، وهذه ضفيرة مكينة بعد ما اختصرناها من عندنا، طلعنا الاسلاك اللي ما نبغاها، بعدها ركبنا لها جراجير جديدة، وشيكنا على الفياشة بالكامل اللي تحتاج تغيير غيرناها، وغسلنا رفارف الداخلية والشاص صدر الغمارة، وغيرنا لها فحمة حق الجير جديدة من عندنا، وهذه الفحمة اللي كانت راكبة عليه فيها صوت. الآن الماكينة جاهزة للتركيب. وصلنا لك شيالات جديدة مثل تشوفها ما شاء الله، هذه جهة اليسار وهذا جهة اليمين، هذا فصلناها تفصيل، هذا جهة اليمين الحين نبغى نركبه علشان نركب شكامينا إن شاء الله. كلها تفصيل. تم تجريس المحرك 6 لتر على نفس كراسي الوكالة، ركبنا على كراسي مكينة جديدة الجهتين، ابغى اصورك من التجريس من تحت التوضيح، هذه ضفيرة المكينة المختصرة اللي من عندنا على البوكس الوكالة، كياب البطارية الاصلية 2006، راديتر من 2014 جديد، مراوح 2012، ضفيرة المراوح اسلاك جديدة ايطالي مع افياش دينموات جديد، كتوتات بوش، الموتور كان ستاندر حولناه مكيف، ركبنا ثلاجات مثل ما انتم شايفين، كمبرسر سيزو 7 بيستم مع كبسليات جديد، راديتر مكيف جديد، القربة دي حق راديتر موقتة، بعد ما نغسل السلندر على الجهاز راح نركب له قربة جديدة برد حرارة مع راديتر اصلي على الشوت 2006. بصور لكم من تحت التجريس والشكامين الجديدة. الموتور كان شكمان واحد، حولنا شكمانين، هذا التجريس جهة اليسار وهذا جهة اليمين، وهذا الوصلة الأمامية اليسار، دبة جديدة، وصلة الشكمان الخلفية جديد مع شيال خلفي جديد، هذا جهة اليمين شيال جديد، وفصلنا له لتمسك الربر، احنا جبنا شيالات جديدة أخذنا منها الربر اللي تمسك الشكمان، والقطعة اللي برا احنا فصلناها نفس حق الوكالة، وهذا الدبة جهة اليمين والوصلة الأمامية، وبصور لكم من برا الشكمانات الخلفية. هذه الوصلة الخلفية وهذا الشيء اللي فصلناه، وهذا الشيء في اليسار وهذا الشيء، وهذا الديكور المسطرة الجديد حق 79 وفره صاحب السيارة، هذا ديكور العدادات الجديد، هذا مسجل شغالة شغال فيها بلوتوث، صاحب السيارة جاب هويات جديدة، هذا اليسار، هذا الهويات اللي عادي ترى الإعدادات والمسطرة حتى الطبول، هويات جديدة، جديد، صلحنا القاعدة لتمسك المسجل زي النهلة، الآن نبي نركب المسجل ونركب لها فياش، بعد ما نركب المسجل ونشبكها نركب القشرة ومسطرة الطبلون وديكور العدادات. هذه متواكبة المحطة في
اعطينا 105 ريال فل. حاليا متواجد محل الراديترات، بنغسل السلندر على الجهاز. هذه الصفات تلمع قبل ما نغسل السلندر على الجهاز. نضيف معه زيت بريك. انتهينا من غسيل السلندر على الجهاز وصورة الصفات. عنده مشكلة بالبريك جهة اليمين الأمام، عنده يحجي البريك بيحتر مع الهوم، عنده مشكلة بالكليبر يحتاج تغيير، راح نغير له كليبر. وهذا كليبر اللي من عندنا راح نركبه. تم الانتهاء من الشفرة قطع 10 وجاهز للتسريم ان شاء الله. موتر اخونا راشد الراشد اشتغلنا عليه، مشروع محرك 6 لتر موديل 2006. هذا بعد ما انتهينا من الشغل وفتحة كبوت على نفس البوكس 2006، بعد تفيوزات صغيرة مختصرة من عندنا، اسلاك بوادي جديد، بوادي اساسات النك سنسر، تنظيف فخاخات على الجهاز، غسيل سلندر على الجهاز، تعبئة ما راديتر اصلي بل حرارة على الثياب، البطارية الاصلية 2006، مراوح 2014 شغالة سرعتين على نظام الكمبيوتر، في الطنارة ضفيرة مراوح اسلاك جديدة ايطالي، راديتر جديد من موديل 2000 2014 جديد، هذا شعار النجاح. الموتر كان ستاندر حولناه مكيف، ركبنا له الثلاجات الداخلية مع الضفيرة والثلاجة حق المكيف الخارجية، مستخدمة أصلية مع الخزان، كبسنا الليات جديد مع كمبرسر سيزو 7 بيستر، ورديتر ومكيف جديد، قربة رديتر 2012 جديدة مع الشوتة حقت 2006. وهذا بعد ما انتهينا. الموتر كان شكمان واحد، حولناه شكمانين، وصلات أمامية جديد، دبات وصلات خلفية، شيالات اللي بالنص جديد والشيالات الخلفية. الشيالات الخلفية احنا فصلناها نفس الوكالة، وهذا خارجية جهتين، عوامة جديدة، مسطرة حق الطبلون مع الهوايات جديد، مسجل بلوتوث يو اكس، عداداته بالكامل شغالة، عداد دينامو زيت الحرارة، ديكور العداد جديد، وهذا المسجل شغالة. السعودية العماني حق بحدود السعودية العماني. ركبنا له جنوط من عندنا مع كفرات المستخدمة، هذا شكل الموتر بعد ما ركبنا له جنوط الأربعة والخامس موجود سبير، هذا شكل غير الجنوط اللي كانت عليه. وهذه صفات شكمان. والآن بنسمعكم فقرة عطى يا ماجد. وهذا بعد ما انتهينا من الشغل بالكامل، ضمان على الماكينة شهر كامل، والتجريس والكهرب سنة كاملة من تاريخ تسجيل الفاتورة، دائم فالذكر الله على لسان. الله يبارك لك اخوي راشد، شايف خيره مكفيك شر. كراج النجاح وقعنا حفر وباطل، مرحبا ومسهلا بالجميع.